قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال فيه رجال لم يقل ذكورا، وذلك لأن الرجولة صفة تعظيم وصفة تقدير، لأن البعض عنده آلية الذكورية لكن ليست عنده صفة الرجولة. ولذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء لم يقل الذكور، وقال هنا فيه رجال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية.